أكد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين. أضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن الحكومة تستهدف استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام. أشار المتحدث أيضا إلى أنه من أجل تحقيق ذلك فإن الدولة ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولي. كما أضاف المتحدث أنه في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد يهدف إلى مساندة الدولة في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر. هذا ويتعرض الاقتصاد العالمي خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية.